هذا سائل يقول: نساء في مدينة الرياض كانوا يؤدون الصلاة في مسجد أحد الأسواق لمدة عدة سنوات، فاتضح أن القبلة في ذلك المسجد غير صحيحة، فما حكم صلاتهم تلك؟ إذا كانت القبلة منحرفة يسيرا فلا يضر هذا، قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالبعيد الذي لا يرى الكعبة يكفي أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة ولو لم يصب عين الكعبة، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، فالميلان اليسير لا يضر إن شاء الله. نعم.